ينفع التدخين في الصيام؟ ممكن تقدر بفضل الله. السلام عليكم، صلوا على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. قبل ما تبدأ في الكلام ما تنشوش سبسكرايب، تشتركوا في القناة، تشجيع كده يا جماعة ان شاء الله. طيب النهاردة اليوم التاسع بفضل الله في التحدي. ايه احساسي في اليوم التاسع؟ اول حاجة الجوع، حاسس ان انا جعان. النوم، لا الحمد لله النوم كويس. هل في سرحان؟ لا الحمد لله في سرحان. التركيز كويس الحمد لله. هل في نشاط؟ لا الحمد لله في نشاط كويس، ومكملين ان شاء الله. في حاجتين مهمتين يا جماعه عايز اكلمكم عليها النهارده. اول حاجه، في سؤال بيقول هل ينفع التدخين في الصيام في التحدي بتاعنا؟ لا، الاجابه يا جماعه التدخين ما ينفعش تماما في صيام تحدي الماء، ما ينفعش تماما. طيب هتيجي تقولي مثلا لو في مثلا واحد مثلا بيشرب سجاير ومش قادر يبطلها، لا عايز تخش صيام الماء ما تدخنش. ليه؟ دلوقتي انت جسمك ما بيشربش غير ميه، فجسمك بيحتاج بعض العناصر، فانت لما بتيجي بتدخن وانت بتشرب ميه بس، فبكده جسمك بياخد العناصر اللي هو محتاجها من التدخين، وده غلط تماما. هتيجي تقولي لا انا بشرب السجاير وبصوم، هاجي اقول لك ده على مسؤوليتك، ولكن ده انا بنصحك ان انت حاول ان انت ما تعملوش تماما عشان صحتك. طيب عندنا سؤال تاني يا جماعه، لو في حد فيكم مش عارف ان هو يكمل التحدي، لا انا بنصحه بحاجه معينه. دلوقتي التحدي بتاعنا ده مش قران ولا اي حاجه، بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت عندك يوم راحه، تمام؟ لو انت ما قدرتش ان انت توصل ليوم الراحه ده علشان تقدر ان انت تكمل صيام، عادي ان انت ممكن تاخد يوم الراحه، او لما تحس ان انت تعبان مفيش اي مشكله، ممكن تعتبره ان ده يوم راحه وتعوضه في يوم الراحه اللي بعديه، مفيش اي مشكله. يعني كتير مننا مثلا بيبقى ممكن يكون عنده مثلا عزومات خارج مثلا مع اهله مع اصدقائه وهكذا، فيعني هو مش هيخرج معاهم، هو يعني يشرب ميه بس، فهيحتاج طبعا ياكل معاهم لو قعدوا في مطعم ولا حاجه. فعشان كده عادي ان انت ممكن في الظرف ده تاكل في اليوم ده، ولكن تعوض يوم الراحه بتاعك، تمام؟ يا جماعه، وفي حاجه كمان مهمه جدا، اللي عايز يبطل السجاير صيام الماء مهم جدا بالنسبه له. ليه؟ اول حاجه احنا عارفين طبعا كلنا ان في اعراض اسمها اعراض الانسحاب، يعني لما انت تيجي تبطل السجاير او تقطعها فجاه هتبتدي بقى الكحه، تبتدي تتعب، ممكن مثلا في ناس مثلا تصدع وهكذا. ولكن لو انت قطعت فجاه الاكل وشربت ميه بس، تمام، وقطعت السجاير تماما، لا هتكح ولا هتتعب ولا اي حاجه، وممكن تقدر بفضل الله ان انت تقطع السجاير في خلال 3 ايام صيام ماء فقط. جربوا تعملوها وان شاء الله هتنجحوا. بحبكم جدا، اشتركوا في القناه. بيس، السلام عليكم.